بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في حلقتنا النهارده. معكم محمد الشاعر من اي تي اوت بريك، العلم بين ايديك. النهارده هنكمل مع بعضينا الحلقات الخاصه بكورس 411. في المره اللي فاتت كنا خلصنا موديول 1، تمام، لما كنا بنتكلم على الويندوز ديبلويمنت سيرفيس. وطبعا يعني لو تلاحظوا ان انا ما فتحتش الباوربوينت زي ما وعدتكم، ولكن انا عملت ملخص للباوربوينت، يعني طلعت الكلام اللي موجود داخل الباوربوينت وشرحته باسلوبي، بحيث ان احنا نغير بقى اسلوب الشرح وما نبقاش ملتزمين بالباوربوينت، ان انا ابتديت احس ان هو اصبح يعيقنا. في اي وقت هنحتاج نفتح الباوربوينت هنفتحه، يكون في اي مثال توضيحي او اي حاجه، وغير كده احنا شغالين زي ما احنا شغالين. طبعا موديول زيرو ده ملوش اي لازمه. احنا النهارده هنتكلم في موديول 2، هنتكلم فيه على الدي ان اس. الدي ان اس، ناس كتير، الناس الصحيه منكم هيقولوا لي احنا في الكورس بتاع 410 كان في موديول بيتكلم على الدي ان اس. كلامك مظبوط، ولكن كنا بنعمل فيه انستليشن وبنتعرف فيه على الشكل العام. اما هنا هنتكلم على الكونفيجرنج اند ترابل شوتينج دومين نيم سيستم. هنتكلم في حاجات متقدمه شويه من الحاجات اللي كنت بقول لكم عليها مش وقتها. كان زمان اقول لكم في بعض الحاجات مش وقتها دلوقتي، اهو وقتها جه. دي بقى المشكله اللي بيقع فيها اي محاضر. يعني دايما لما حد يجي يديك كورس وفقا لكلام مايكروسوفت، فتلاقي بيجزأ الكلام، يدي الناس يديك جزء في الاول وبعد كده جزء في التاني وبعد كده يمكن في كورس تالت يكون في حته دي ان اس تالته. ولكن لما حد بيديك كورس على مزاجه، يعني مثلا يقول لك انا مش هلتزم بكلام مايكروسوفت، انت المفروض عايز تعرف الكلام اللي جوه الكورس انا هديهولك على بعضيهم، فما تقوليش بقى الحته دي موجوده في اكزام كذا ولا اكزام كذا، ما تقوليش، ولا موديول كام، ما تقوليش الكلام ده، انا هشرحه لك مره واحده. فساعتها المحاضر بيتصرف بحريه اكتر، يعني يقدر يقولك الكلام كله مره واحده، ما يقعدش يجزأه على كذا كورس، وبالتالي تبقى انت مستفيد لانك اخدت المعلومه كامله على بعضها. ولكن مايكروسوفت بتتبع الاساليب العلميه في التدريس، لان دلوقتي انا لو جيت سالتك اي سؤال في الدي ان اس اللي حضرتك ذاكرته قبل كده وعارفه، غالبا هتبقى ناسيه. فهو هنا حاول ان هو يعمل لك ريفريشمنت للمعلومات بتاعت سيادتك، بالاضافه لكده ان هو يضيف لك معلومات تانية لانك اصبحت ذات مهارات اعلى مما سبق. اول مره لما كنت بتسمع حلقه الدي ان اس كان المفترض ان مستواك التعليمي زيرو، مستواك التعليمي بالنسبه للكورسات يعني كان مستواك التعليمي زيرو، اما انت خدت كورس خلاص ومستواك بقى احسن، فاعتقد ان انت مخك بقى قادر انه يسمع بشكل افضل للتفاصيل اللي داخل الدي ان اس. طيب خلونا نبدا الكلام بتاعنا. طبعا هقعد اتكلم معاكم شويه كلام نظري علشان نفهم ما هو الدي ان اس. طبعا كلنا عارفين ان الدي ان اس هو سيرفيس موجوده داخل السيرفر علشان تريزولف او علشان تحول او تترجم كل ما هو اي بي الى نيم، وكل ما هو نيم الى اي بي. فحضرتك مثلا في الشكل العام بيكون في صعوبة جديدة انك تحفظ الارقام، يعني الارقام الموجودة على الموبايل بتاع سيادتك صعب جدا انك تحفظها، ولكن في سهولة انك تحفظ اسماء اصحابها، فعلشان كده هو بيسهل عليك موضوع الدي ان اس ده. بس في قصة في الدي ان اس، يعني هو بيحاول يخليك تفهم لما بتيجي تفتح مثلا جوجل دوت كوم مثلا، بيحاول يقول لك الدنيا بتمشي ازاي في هذه الخطوات، علشان لما يحصل مشكلة تقدر تفكر المشكلة حصلت فين وتقدر تحلها بسهولة. دلوقتي انا هفترض ان احنا عندنا هنا بي سي، تمام، البي سي ده سيادتك قاعد عليه تستعمله، ورحت كاتب هنا اي تي اوت بريك دوت كوم، عايز تدخل على موقع اي تي اوت بريك دوت كوم علشان تحمل كورس. الدنيا هتمشي ازاي في هذه المرحله علشان الوصول لهذا الموقع؟ البي سي مبدئيا هيدور في الكاش اللي موجود عنده. دايما يقول لك الموقع ممكن يكون مكيش عندك، مكيش يعني في معلومات معمولها سيف على الجهاز عندك نظرا لانك دخلت على الموقع قبل كده، فهو بيحاول يدور في الكاش بتاعه، يا ترى في معلومة عندك الكمبيوتر عن موقع itoutbreak.com؟ لو
المعلومة دي موجودة هيديها له على طول، لو مش موجودة يبقى مش هيمشي في السكة دي ويروح لسكة تانية. هيروح لمين؟ هيروح ل الدي ان اس سيرفر بتاع حضرتك. تمام، الدي ان اس سيرفر هيدور في الكاش بتاعه. تمام، فلو لقاه هيرد على حضرتك، لو ما لقاهوش هيعمل ايه؟ هيضطر بقى يسأل دي ان اس سيرفرز تانية موجودة خارجيا، موجودة خارج المكان بتاع حضرتك او الدومين بتاع حضرتك. فهيبتدي يسأل السيرفرز الموجودة على الانترنت، بيبتدي يفصص الاسم الموقع بتاعك لأجزاء علشان يقدر يتعرف عليه. يعني في حاجة اسمها عندنا التوب ليفل دومين، التوب ليفل دومين دوت هو كلمة الدوت او الحرف اللي هو دوت دوت. تمام، فهو هنا هيروح يسأل سيرفر اسمه سيرفر الدوت، يقول له تعرف حاجة عن كوم، استحتمال يكون الموقع دوت كوم دوت دوت نت دوت جاف دوت اي حاجة. فيقول له تعرف حاجة عن كوم، هيقول له انا اعرف مكان السيرفر بتاع كوم، فهيوديه للسيرفر اللي اسمه كوم. تمام، يجي في المرحلة التانية في السؤال يسأل كوم تعرف حاجة عن اي تي اوت بريك، يقول له انا اعرف ان هو موجود في الحتة الفلانية، خد يا سيدي الاي بي ادرس بتاعه، مثلا يقول له مثلا 172.20.15.13 مثلا، يقول له اتفضل، او يقول له لا خد هو موجود في سيرفر تاني، يروح للسيرفر ده اسأله. تمام، دي الدنيا اللي بتحصل اثناء ما سيادتك بتكتب اي تي اوت بريك دوت كوم او بتكتب اي موقع تاني. الجهاز بيدور في الكاش بتاعه، لقى معلومة بياخدها ويوديك للموقع، ما لقاهاش بيروح للدي ان اس سيرفر اللي موجود عندك في الدومين انفايرمنت بتاعت حضرتك. الدي ان اس بيدور في الكاش اللي عنده، ما لقاش بيضطر يطلع بره يسأل التوب ليفل دومين اللي هو الدوت، والدوت يسأل السيرفر اللي هو موجود بعديه اللي هو دوت كوم دوت نت دوت اي حاجه، يساله عن المكان، والسيرفر التاني يديله المعلومه. طبعا المعلومه اللي احنا بنبحث عنها ان هي الاي بي ادرس بتاع الويب سايت، لان انا لو معايا الاي بي ادرس ده من الاول كنت كتبته، كنت دخلت على طول على الويب سايت بدون الحاجه للدي ان اس سيرفر. ولكن صعب جدا ان انا احفظ الاي بي هات بتاعه الموقف، عشان كده بحفظ الاسم، والدي ان اس سيرفر هو اللي بيقوم بالعمليه دي كلها. هنفترض، يعني مش هنفترض بقى، ده احنا هنقول بعض الحقائق اللي بتحصل. لو تمام، الدي ان اس سيرفر بتاعي هو اللي جاوب عليا، ده لو هو اللي جاوب عليا، يبقى حاجه اسمها اوثوريتيف يعني ايه اوثوريتيف؟ يعني موثوق فيه، لان الدي ان اس ده موجود عندي في الدومين انفايرمنت بتاعتي، فده دي ان اس اوثوريتيف موثوق فيه، هو اللي رد عليا. ولكن لما سيرفر خارجي يرد عليا يبقى اسمها نون اوثوريتيف. تمام، يعني السبيلنج باي شويه، بس يعني هي اوثوريتيف ونون اوثوريتيف. تاني، لما السيرفر الداخلي اللي عندي اللي انا باثق فيه او اللي انا عامله يرد عليا يبقى ده اثورتيتيف، لما السيرفر خارجي هو اللي يرد عليا يبقى اذا سيرفر غير موثوق فيه يبقى نون اثورتيتيف. طيب، في حاله ان السيرفر اللي عندي اللي هو الدي ان اس بتاعي يرد عليا ويديني المعلومه، يبقى دي اسمها ريكيرسيف كويري. كويري يعني ايه؟ يعني استعلام. مش انا عملت استعلام؟ مش انا رحت في الجهاز بتاعي قلت له انا عايز اخش على اي تي اوت بريك دوت كوم، فابتديت اعمل استعلام واروح للدي ان اس سيرفر واساله، اقول له يا دي ان اس سيرفر تعرف حاجه عن الويب سايت دوت؟ فطالما الويب سيرفر الدي ان اس سيرفر بتاعي انا رد عليا مباشره يبقى ده ريكيرسيف كويري. ولكن
في حالة ان يرد عليا سيرفر اخر زي الاستاذ ده كده مثلا، فيبقى ده اسمه iterative او iterative، يعني وات ايفر في النطق يعني، ولكن هو ده الفرق ما بين الريكيرسيف والiterative. تمام، لازم تفهم هذا الكلام. ولذلك يجي لي في دماغي كده حاجة تقول لي ان كل ما هو authoritative هو recursive query، وكل ما هو non authoritative هو iterative query. مش انا لسه قايل لك كام من شوية؟ مش انا لسه قايل لك ان لما الدي ان اس السيرفر اللي عندي هو اللي يرد يبقى ده authoritative، فطالما هو اللي رد يبقى عمل recursive query والعكس صحيح. ولكن مش شرط، ممكن يكون الدي ان اس سيرفر اللي انت حاطه عندك يعني انت عامله كدي ان اس سيرفر ستاند الون، ملوش اي علاقه بالدومين انفايرمنت بتاعت سيادتك، مش عامل له انتجريتد زون داخل الاكتيف دايركتوري، ومش عامل له جوين على الدومين مثلا، هو دي ان اس مستقل بذاته بيقوم بعمليه الريزولفينج على مستوى المكان اللي انت فيه وخلاص، ملوش دعوه باي حاجه. ففي هذه الحاله الدي ان اس سيرفر اللي موجود عندك داخل جوه الشركه واللي الموظفين بيستعملوه اصبح نون اوثوريتيف سيرفر، وبالتالي اي معلومات هطلبها منه هتكون اتيرتيف كويريز. الكلام اللي احنا بنقوله ده بنقوله ليه؟ لان لما بعد كده هتيجي تكتب اي موقع هتتخيل الدنيا ماشيه عامله ازاي، وبناء عليه في بعض الاحيان بيكون محتاجين نعمل صيانه او اصلاح لبعض المشاكل اللي بتحصل. يعني مثلا كل ما تخش على اي تي اوت بريك ديت ما توصلش لحاجه، ما يدكش حل. فهنا بقى نبتدي نحتاج ان احنا نعمل كلير للكاش اللي موجود على الجهاز، ونعمل كلير للكاش اللي موجود في دي ان اس سيرفر، ونبتدي بعد كده نسال الدي ان اس سيرفر على الويب سايت تاني فيبتدي يجاوبنا. لان ربما في وقت من الاوقات تكون المعلومه اللي موجوده على الدي ان اس سيرفر معلومه قديمه، مثلا صاحب الويب سايت غير الاي بي بتاعه، حصل اي تغييرات، فبالتالي لما انا اجي اسال الدي ان اس هيديني معلومه خاطئه وبالتالي مش هيوصلني للويب سايت بتاعي. طيب انا بدخل على السيرفر بتاعي عشان نبص بصه كده على دي ان اس. طبعا احنا قبل كده كنا عملنا انستليشن للدي ان اس سيرفر بتاعنا، فبالتالي بقى عندي حاجه اسمها دي ان اس اهو. تعالوا نكبر شويه كده. هو ده منظر الدي ان اس سيرفر بتاعي. زي ما انت شايف بيكون في حاجة اسمها فورورد لوك اب زون وريفرس لوك اب زون. تعالوا نشوف الكلام دوت. الكلام ده كله كان ظاهر عندنا واحنا بنعمل انستليشن في الكورس اللي فات. فطبعا احنا مش هنعمل انستليشن لمرة تانية، ولكن احنا هنشتغل على طول على الداتا او على الحاجات اللي موجودة عندنا في الوقت الحالي. تعالوا نوضح حاجة كده معينة. دايما لما بنيجي ننزل الدي ان اس سيرفر بتاعنا بينزل بحاجة اسمها فورورد لوك اب زون. الفورورد لوك اب زون دي بتكون زون بنقدر فيها ان احنا نأدت الريكوردز اللي موجودة عندنا، يعني نقدر نريد ونرايت. تقدر تريد الريكوردز اللي موجوده داخل الدي ان اس، وتقدر ترايت ريكوردز جديده داخل الدي ان اس او تديليت ريكوردز تاني. بس هو قال لك حاجه، قال لك الدي ان اس سيرفر ده انت منزله في الاتش كيو في المركز الرئيسي بتاع سيادتك، واحنا افتتحنا فرع جديد في المنصوره. المنصوره بقى حضرتك لما بيحبوا يخشوا على اي ريسورس داخل النتورك بتاعتهم او
يخشوا على اي ويب سايت او ياكسسوا اي حاجه، لازم الاول يروحوا للمركز الرئيسي او الاتش كيو يسالوه على المعلومه دي، وبعد كده المركز الرئيسي يديهم المعلومه الصحيحه او يوجههم لدي ان اس سيرفر اخر. فقال لك لا، ما هو احنا كده بنعمل ترافيك على النتورك وده مش صحيح. فقال لك لا، احنا نحط دي ان اس سيرفر في المنصوره، والدي ان اس سيرفر اللي في المنصوره تمام انا بس يعني الموضوع لف مني شويه، يعني كنت عايز اشرح لكم حاجه دخلت في حاجه تانية. خلينا نغير اللون. الفورورد لوك اب زون دي خلينا نشيلها كده ونكتب هنا برايمري زون مثلا، تمام. البرايمري دي بيكون نقدر ان احنا نأديت فيها ونعمل فيها كل الكلام اللي انا قلته عليه من شويه. اما في المنصوره احنا هنحط سيرفر تاني. السيرفر التاني انا عايز يكون وظيفته ان هو يرد على تساؤلات الناس اللي موجودين في المنصوره فقط بدون ان هم يروحوا للاتش كيو. فلما نحطه هنعمل حاجه اسمها سكندري. السكندري دي تبقى ريد اونلي، يعني ما نقدرش نأديت فيها ولا نعمل فيها اي حاجه. كل الموضوع ان هي بتروح للدي ان اس سيرفر اللي موجود في المركز الرئيسي، تجيب كل المعلومات تحطها عندها، وبالتالي كل الناس اللي بتسال في المنصوره تبتدي تروح للسكندري دوت. تمام. يبقى احنا عندنا برايمري وسكندري. البرايمري ريد اند رايت، والسكندري هو ريد اونلي. طيب كويس قوي الكلام ده. داخل كل واحدة من دول، داخل البرايمري والسكندري، هتلاقي جواهم حاجة اسمها فورورد لوك اب زونز وريفرس لوك اب زونز. الفورورد لوك اب زونز هي بتتعامل مع الاي بي، يعني تديها اي بي، تقول لها الاي بي دوت او انا عايز اريزولفه، فترجمه لك وتقول لك اهو. الريفرس عكسها، بتجيب لك الهوست نيم ذات نفسه، يعني ما بتجيبلكش الاي بي بس، لا بتجيب لك الهوست نيم كمان. هنشوف الكلام ده واحنا شغالين علشان لو في بعض المشاكل في فهم المعلومه. طيب في الفورورد لوك اب زونز هنلاقي جواها حاجه اسمها اي تي اوت بريك دوت لوكال. الاي تي اوت بريك دوت لوكال بمجرد ان انا ضغطت عليها لقيت جواها شويه ريكوردز موجوده عندنا. هتلاقي ان احنا عندنا ريكورد اسمه ستارت اوف اوثورتي اس او اي، ده بيحتوي على المعلومات الرئيسيه للسيرفر. وفي عندنا ريكورد تاني اسمه ان اس اللي هو نيم سيرفر. النيم سيرفر دوت بيحتوي على معلومات عن السيرفرز بشكل عام. الهوست اي ده بيحتوي على معلومات عن الاجهزه اللي موجوده عندنا داخل النتورك، يعني اي جهاز بيحاول يرجستر نفسه داخل الدي ان اس بياخد هوست اي ريكورد. فبالتالي انا ممكن اعمل رايت كليك هنا والاقي ان احنا عندنا مجموعه اخرى من الريكورد زي نيو هوست اي، يعني انا ممكن احط هوست اي تاني، او كواد اي يعني الاي رباعيه. الاي رباعيه دي معموله عشان لو الاي بي ادرس بتاع الهوست اللي انا بحطه معمول بالاي بي فيرجن 6، يعني هو عامل لك اي لاي بي فيرجن 4 وكواد اي للاي بي فيرجن 6. عندنا نيو اليس سي نيم. الاليس دوت عامل زي اسم الدلع، يعني مثلا انا السيرفر بتاعي اسمه دي سي، فممكن انا اكون مش عايز الناس تعرف ان النيم بتاع السيرفر اللي هو 10.10.10.10 اللي هو قدامكم دوت الاي بي دوت، مش عايز الناس تعرف ان هو اسمه دي سي. فممكن اعمل اليس نيم، اسم دلع تاني اسميه سيرفر 1 مثلا، و احط عليه نفس الاي بي ادرس. فنقدر ناكسس السيرفر ده بالاسم الجديد ده. ساعات بنعملها لما يكون الاسم فيه مشكله شويه، واحد يقول لي انا عايز يبقى الدومين بتاعي اسمه اي تي اوت بريك ايجيبت دوت لوكال، فنلاقي بعد كده الادمنستريتورز او اي بروسس احنا بنعملها علشان نخش از سكندري لوجن على البروجرامز او اي حاجه داخل البي سي، نضطر ان احنا نكتب اي تي اوت بريك ايجيبت باك سلاش محمد دوت الشاعر واكتب الباسورد، فتلاقي الموضوع كبير. فانا ممكن اعمل الياس نيم واسميه دي سي بس مثلا، او اسميه اي تي بس،
فيسهل على نفسي الدنيا شوية. في عندنا حاجة اسمها ام اكس ريكورد. الام اكس ريكورد ده معمول للاكستشينج سيرفر، لما بيكون حضرتك عندك في الانفايرمنت بتاعتك عندك اكستشينج سيرفر عشان تقدم الميل سيرفيس للامبلوي الموجودين عندك داخل المنشأة، فساعتها بتحتاج تروح للدي ان اس تقاد الريكورد بتاع الام اكس ريكورد علشان تعرف الدي ان اس مين هو الاكستشينج سيرفر الموجود عندك. غالبا هو المفروض يكريت نفسه اوتوماتيكلي، ولكن يعني في بعض الاحيان بيكون الناس حاطين الهوست بتاعهم على شركة خارجية، يعني مثلا واخدين الاكستشينج بتاعهم من اي شركة تانية زي تي داتا مثلا او اي حاجة تانية خالص، ف محتاجين جوه السيرفر بتاعهم يعرفوا الريكورد بتاع الاكستشينج او الاوتسايد اكستشينج سيرفر بتاعهم. طيب كويس اوي. لما نيجي نبص عندي هنا في ويندوز اكس بي بروفيشنال، انا عايز اشوف الاي بي ادرس بتاعه. خلينا نغير الخلفية دي عشان انا ما بحبش الخلفية دي، بحب الخلفية بتاعت الازول اللي هي المية دي، جميلة جدا. طيب network connection نخليه يظهر تحت في التاسك بار، حركة غبية من مايكروسوفت. طيب الـ IP بتاعي 10.10.10.51. نروح للـ DNS server بتاعنا، في عندنا حاجة اسمها كده. طب نعمل ريفرش، مفيش حاجة من الحاجات دي كلها. طب ليه الكلام ده؟ يا ترى هو ما يعرفش مين الـ DNS server بتاعه؟ هو يعرف، هو عارف، ولكن لانه مش جوين للدومين هو ما عملش ريجستر لنفسه. فاحنا ممكن نعمل كده سي ام دي. خلينا نروح على السيرفر الاول، نفتح كده كوماند برومبت ونقول له عايزين نبنج على الجهاز بتاع الاكس بي دوت. نقول له هوست نيم، قال لي الهوست نيم اهو. فبدل ما تعمل هوست نيم وتاخد ده كوبي وبيست، هوست نيم سبيس بايب، علامه البايب، وتقول له كليب اللي هي كليب بورد، يعني خده في الذاكره بتاعتك از كوبي. نضغط كده، طبعا ما تنفذش، قال لي ان ده اكسترنال كوماند. طب خلاص انا اسف، ايه لزومها الحركات اهو. ادي كوبي، ونقول هنا بينج، عايز ابنج على الريكورد دوت. ما عرفوش. طيب بنج على 10.10.10.51، هلاقيه ما عرفوش. طب يا ترى هل ده يرجع لوجود مشكله في الفاير وول؟ خلينا نشوف كده، نعمل اكسبشن في الفاير وول اهو. اوكي طيب نبنج بالنيم تاني، ابتدى يريبلاي بالاي بي ادرس دوت، ونبنج بالاي بي ابتدى يريبلاي برضو في نفس الوقت. نرفرش كده، ما عندوش اي معلومة عن 51. طيب هنا بقى نقول له اي بي كونفيج ريجستر دي ان اس، تمام. مفيش اي معلومة عن هذا الجهاز. ليه؟ لانه مش authorized، تمام. الجهاز ده مش authorized ماشين علشان تقدر تقاد records عندي داخل الـ DNS. طب نعمل ايه عشان نخليها authorized؟ احنا ممكن نعملها join للدومين. طيب خلينا الاول ناخد سناب شوت من المكنة دي، يعني انا بحاول بقى اعرفك الاوبشنز اللي احنا اتعودنا عليها. هقول له before join domain علشان حضرتك لو عايز ترجع للجهاز قبل ما ندخله دومين، ما تقعدش بقى تخرجه من دومين وتدخله من دومين وتعمل الشغل الكتير ده. فنعمل رايت كليك على ماي كمبيوتر بروبرتيز. طبعا انا شغال قلت لكم قبل كده على مكنه اكس بي علشان السرعه بتاعه الفيرتشوال ماشين والشغل اللي احنا شغالين عليه.
اقول له في الكمبيوتر نيم، اقول له تشينج، اقول له عايز اخش على الدومين اللي اسمه itoutbreak.local. في غلطة، في غلطة، itoutbreak كتبت غلط. شيل كي itoutbreak.local، هيقول لي انت مين، هقول له انا itoutbreak/محمد.الشاعر، والباسورد بتاعتي، او بلاش محمد الشاعر، غالبا انا مش عامل لنفسي يوزر، هيبقى الادمنستريتور، وادي الباسورد بتاعتي. المفروض ان انا في السيرفر مانجر، فافتح الاكتيف دايركتوري يوزرز اند كمبيوترز، اروح للكمبيوتر الاقي ان المكنه الاكس بي دي عملت ريكوردز لنفسها هنا، يعني في الكمبيوتر ادي اهو المكنه اهي، تمام. لما اروح للاكس بي الاقيه ويلكم تو اي تي اوت بريك دوت لوكال، اوكي اوكي، عشان يعمل ريستارت لنفسه. طيب اروح للدي ان اس تاني، ريفرش، ظهر اهو الجهاز ال51 عمل له ريكورد. ايه ريكورد؟ بالنيم بتاعه اهو، بالاي بي ادرس بتاعه. فهنا اصبح جهاز موثوق فيه بالنسبه للدي ان اس سيرفر، ان هو يقدر يابديت ريكوردز عندي داخل الزون بتاعتي. طيب انا عايز اعمل له ديليت. بعض الاحيان بيكون في مشكله في الريكورد بتاع الجهاز او بتاع الريسورس الموجود عندي، فما بقاش عارف احل المشكله، فالحل ان انا اديليت الريكوردز دوت وارجع اعمله كرييت تاني. فمش المفروض ان انا اروح هنا واقول له رايت كليك واقول له نيو هوست ايه ريكورد واكتب النيم واكتب الاي بي، لا، المفروض ان انا اعمل اي بي، خلينا نخرج من الباص الطويل قوي ده، اكتب اي بي كونفيج فورورد سلاش ريجستر دي ان اس، ريجستر دي ان اس، تمام. فالمفروض ان هو يرجستر نفسه داخل الدي ان اس سيرفر عندي. فعلا اهو عمل ريكورد تاني بشكل اوتوماتيك. في بعض الاحيان بيكون عندي مشكلة في التعرف على الدي ان اس سيرفر، فبحتاج اكلير الكاش بتاعي اي بي كونفيج فورورد سلاش فلاش دي ان اس. فكده انا عملت كلير للكاش اللي موجود داخل البي سي عندي. ممكن برضو اكلير الكاش بتاع الدي ان اس سيرفر من خلال دي ان اس سي ام دي رقم السيرفر 10 10 10 10، ما بكتبش فور سلاش كلير كاش، هو مش قادر يفهم الكومنت من عندي. نجيب الكومنت انا كاتبه على جنب هنا، طبعا هو يعني الكوماند مكتوب كده اهو، تمام. فالمفروض ان انا اكتب كده، هو مش فاهم ال دي ان اس سي ام دي ديت، ممكن امسحها مع ان ده غلط، انا بقول لك غلط ما ينفعش، ده مش كوماند، فاهمني. فانا ممكن اخد ده كده مارك، اعمل كده واروح على السيرفر، طبعا واضح ان الكوماند اكسترنال كوماند، فمش قادر يفهمه، لازم اجيب تول تخليني اقدر اشغل الكوماند دوت، او ان انا اكتب دي ان اس سي ام دي واشوف الهيلب بتاعه عامل ازاي عشان اقدر اكلير الكاش بتاعي. اهو بيقول لي كلير الكاش فورورد سلاش كلير الكاش، يعني هو حضرته عايز نعمل كده، واقول له كلير كاش. طب كلير الكاش لايه؟
للاي بي ادرس دوت برضو رافض. طالما عامل مشاكل معايا كده في الكوماند، ممكن افتح الباور شيل صديقنا واحط فيه نفس الكلام اللي احنا كنا بنشتغل عليه. قال لي completing successfully، يعني حضرتك زي ما انت شايف ان احنا قدرنا ننفذ الكوماند بس بطريقة تانية. لازم تبقى حافظ الكوماند، يعني التجارب اللي احنا بنعملها دي بنعملها علشان احنا داخل حلقة، ولكن حضرتك في الواقع الفعلي دي كوماندز بيزكس اساسية، يعني لازم تكون حافظها. حافظ ازاي تكلير الكاش من على السيرفر، وحافظ ازاي تكلير الكاش من على الكلاينت، وفي نفس الوقت بعض الاوامر الاخرى اللي هتفيدنا ان شاء الله هنبقى نذكرها لازم تحطها في اعتباراتك. وقت حلقتنا انتهى، ان شاء الله نكمل مع بعضينا في حلقة قادمة، وشكرا لحسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.